السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بخير. نحن الآن في ملعب مدينة ملفندل ولاية ميشيغان كاردينالز ستاديوم هير. ما شاء الله العدد كبير جدا هنا. الجالية اليمنية في المدينة رغم أنها مدينة صغيرة وجالية ما شاء الله يعني لا بأس بها في هذه المدينة. نحب نقول لكم أول صلاة عيد من هذا المسجد من هذه الاستاديوم الملعب الرياضي. طبعا ملعب جديد بالكامل كما تلاحظون، واسع كبير جدا. الجالية ما شاء الله جاءت بعدد كبير في هذا العيد يحتفلون معنا في ولاية ميشيغان. الرجال هنا في الصفوف الأمامية، النساء بعيد هناك في الصفوف الخلفية. ما شاء الله الأطفال فرحانين بهذا العيد. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وخالص الأعمال والطاعة إن شاء الله. نحن الآن مدينة ملفندل. أستاذ أبي يوسف أهلا وسهلا، كل عام أنت بخير. من مكة المكرمة أهلا وسهلا فيك. مدينة ملفندل ولاية ميشيغان. مدينة ملفندل تقع جنوب مدينة ديربون وديترويت في الجنوب الشرقي من ولاية ميشيغان. جالية يمنية لا بأس بها هنا ما شاء الله. الآن وقت التكبيرات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. طبعا ما شاء الله ملعب كبير جدا. مسجد مدينة ملفندل ولاية ميشيغان. أولادنا فرحانين بالعيد معنا ما شاء الله. أبو رضوان تقريبا إن شاء الله يكون خطيب المسجد، يمكن اليوم هذا اليوم خطيب صلاة العيد. أبو رضوان من الجالية السودانية ما شاء الله. ما شاء الله جالية كبيرة متواجدة في مدينة ملفندل رغم أن المدينة صغيرة.
صلوا مكبرات الصوت هنا، تكبيرات العيد، ميكروفونات هنا ما شاء الله الملعب. الأخ معنا هنا، حياكم الله، لو سهل. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. بخير ان شاء الله. عارف انا اتابعك دائما. يعني شكرا لك في هذا المنبر. الصوت بيطلع معنا لما يخطب الامام هنا ولا ما بالله؟ ايش بنقدر نصور؟ من جنبه بيطلع. اوكي. من جنبه بيطلع. ان شاء الله. تسلم، حياك الله. الاخوة المسؤولين هنا يطلبوا مننا. حاضر. الان الحديث عن زكاة الفطر. السلام عليكم، حياكم الله، اهلا وسهلا. الشيخ يتكلم عن دفع زكاة الفطر الآن قبل الصلاة، لازم إخراج زكاة الفطر كما نعلم قبل صلاة العيد لمن لم يخرج زكاة الفطر. زكاة الفطر الشيخ. كل عام وانتم بخير اخو الضحى الملكي. ارفع الصوت يا شيخ. المكان كبير. ارفع الصوت شوية يا شيخ، ارفع الصوت شوية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الشيخ أبو رضوان يكون خطيب العيد اليوم، إمام خطيب صلاة العيد هذا اليوم. الله أكبر، أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عام اليمين الأمريكي بخير. كل عام أنتم بخير. تحية لصفحات المغترب اليمين المغتربين من هنا من مدينة بلفند الميتشيغن. نشكركم على التغطية في كل الولايات الأمريكية. الآن تكون صلاة العيد إن شاء الله. ادعوا شوية، تقدموا قليل، هكذا، مجعل خط، مجعل خط، كذا. الآن الاستعداد لصلاة العيد إن شاء الله. ما شاء الله عدد كبير جدا. مدينة ملفندل ولاية ميتشيغن ما شاء الله.
الصلاة سوف تكون بعد 5 دقائق إن شاء الله. الصلاة بعد 5 دقائق قالوا. حياكم الله. كل عام أنتم بخير ومن عايدين إن شاء الله. نحن على صفحة المغترب، الله يسلمك وعافيك. هذا الشيء حياتنا هذه صفحة مميزة إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. الجميع إن شاء الله. شكرا لكم لجهودكم. شكرا لكم الله. أستاذ العزيز كل عام أنتم بخير من العايدين والسامي إن شاء الله. نحن على صفحة المغترب، تحب تقول كلمة اليوم؟ نحن على صفحة المغترب إن شاء الله. كل سنة وأنتم بخير إن شاء الله، وعيد عليكم بالصحة والسلامة. اسمك يا أستاذ الكريم؟ مالك عبد الحميد. هذا الأستاذ مالك ما شاء الله، هنا في مدينة فيندر مشي. أكبر الله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الله تكبيرات العيد، الله أكبر، الله أكبر، الله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله أعداد كبيرة جدا جاءت اليوم ما شاء الله. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله الحمد. طبعا النساء في المؤخرة في الخلف. ارجعوا شوي انتوا كذا، ارجعوا شوي من هنا شوية شوية. الميكروفونات بسيطة، الصلاة شوية شوية بس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الحمد، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، الله كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، لا صدق ونصر عبده عز جنده وهزم أحزاب وحده، لا إله إلا الله، لا يصين له الدين وكره الكافرون. سيدنا محمد تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، الله
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى من حامية تصفى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأبواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة الكرام، الخطوة سنة وليس بالضرورة من له حدود شرعي أن لا يحضرها، ولكن الأفضل أن يستمع لما فيها من الموعظة والتوصية. الحمد لله أتممنا صلاة العيد والآن خطبة العيد في ختام شهر كريم تفضل به الكريم. السلام عليكم. إلى هذه الخطوة المكرمة والذي ولد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أكبر يوم صوركم، والله أكبر يوم حفظكم، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله كثيرا أصيلا. الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لصوم شهره الكريم. الحمد لله الذي وافانا
أن نحضر وأن نصوم هذا الشهر المبارك، فقد حرم غيرنا بآجال مسمى كتبها عليهم الله عز وجل فغادروا إلى الدار الآخرة، فالذين بقوا من بعدهم أهل حظ عظيم أن الله عز وجل يسر إليكم أن تصوموا هذه الفريضة وأن تتعبدوا في ذلك الشهر الفضيل وأن تجتمعوا حول كتابه سبحانه وتعالى وتعظموا فيه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيام والركوع والصدقة والبر وصلة الأرحام، وهذه سنن حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا اليوم فيه عطل كبير لأعداد كبيرة من النار، فحري بالعقال أن يتلافوا النقص الذي كانوا عليه أو عاصروا بعضا منه بهذا الشهر المبارك. فإن قصر الناس في صلة الأرحام فهذا اليوم آكل أن تصل فيه رحمك بالدعاء وبالتلفون وبكل وسائل السوشيال ميديا المتيسرة. اطلب العفو عن من خاصمك، واعفو واصفح، فإن هذا اليوم هو يوم غفران أكبر يغفر الله فيه الزلات ويمحو فيه الخطايا ويقل العثرات، ونسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء القوم الذين يعفو الله عنهم ويعتقهم ورقابهم ورقاب آبائهم ورقاب جيرانهم ومشايخهم وأساتذتهم ومن أزدى له معروفا في هذه الدنيا. أسأل الله أن يرحمنا ورحمته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما صام صائم، والله أكبر ما أفطر مفطر، والله أكبر ما استغفر مستغفر، والله أكبر ما تصدق متصدق، والله أكبر ما وصل رحم رجلا رحمه، الله أكبر في الأولين والآخرين، والله أكبر يوم الدين، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم محجم العالمين. أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش في هذه البلاد وخاصة في هذه المدينة، وعددنا أصبح يتزايد، وقد تكون لنا الغلبة من عدد السكان في السنوات القادمة، وبدت الغلبة على أبنائنا في هذه المدارس، فعلينا أن نحض أبنائنا أن يسلكوا طرق التصرف الصحيح وأن يعيشوا الحياة المدنية في هذه البلاد. فكما شاهدتم هذا الميدان من نظافته فهو جديد كل جدة، وأول منشط اجتماعي صلاة المسلمين فيه، تسبيحهم لله عز وجل، تعظيمهم لله لهذه الشعيرة الطيبة، شعيرة يوم العيد. فأرجو من الإخوة العائلات والأبناء والزوجات والآباء والأمهات أن يراعوا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع البيئة وفي التعامل مع الحياة العصرية، وأن يضربوا مثلا في جدية النبي صلى الله عليه وسلم في نظافته، في حفاظه على البيئة، في عدم الإسراف، في التبرع بالدم والتطوع متى ما نادى منادي في هذه المدينة لتطوع للنظافة أو لتجميل المدينة، فمن باب أولى أن يهب المسلمون لذلك. نحن في مجتمع نشاطرهم فيه الأمن، ونشاطرهم فيه الرخاء، ونشاطرهم فيه الحياة البيئية السليمة الرغدة المعافاة من كل أنواع المسكرات والمخدرات. أيها الإخوة الكرام، لغصمتم، أسأل الله عز وجل ختاما أن يتقبل صومكم وأن يتقبل ركوعكم وأن يتقبل سجودكم وأن يتقبل صدقاتكم وأن يتقبل دعواتكم، فقد آنستم بدعواتكم أموات المسلمين الذين ماتوا في هذه السنة والذين ماتوا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاء المسلم الحي يصل إلى جميع المسلمين أينما كانوا وأينما دفنوا ومن أين يبعثون. فأسأل الله عز وجل أن تكون دعواتكم الصالحات تشاطرون فيها دوما أموات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الإخوة الكرام، نحطكم مرة أخرى على صلة أرحامكم، باشروا وابدأوا. أسأل الله أن يتقبل منكم صومكم وجهادكم وإنابتكم وقيام ليالي رمضان الفضيلة وآخرها العشر الأواخر التي انصرمت. أسأل الله عز وجل أن يكون قد كتبنا من الصالحين المعتوقون من النار الموجودون بالجنة الفائزون برضوانه الأكبر. بارك الله لكم في عيدكم، بارك الله لكم في يومكم هذا،
بارك الله لكم ولأولادكم وأزواجكم وأمهاتكم وأبنائكم. أسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بعمر مدين فنكابد رمضان القادم بمشيئته وبعفوه وبرضاه. أيها الإخوة، واصلوا في الطاعات التي أريتم ربكم من الصدقات ومن الاستغفار ومن تلاوة القرآن ومن البر بالضعيف والمسكين والأرملة وبالجيران. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله لكم في عيدكم وبارك لكم في يومكم هذا، والسلام عليكم ورحمة الله. أشكركم على قدومكم هنا. والله أنا بس. أهلا وسهلا، كل عام أنتم بخير. كل عام أنتم بخير إن شاء الله. أنا من أول اليمنيين الشماليين الذي دخل المنطقة هنا، ودخلت وعانيت من العنصرية، وبعد أحداث 11 من سبتمبر كانت بنتي تروح للمدرسة وقالوا لها أنت بنت أسامة بن لادن. سبحان الله. الآن والحمد لله يعني بعد حوالي 15 سنة تغير الوضع، وأصبحنا في هذه المنطقة فاتحين لله الحمد والشكر بالآلاف بالمئات، يعني نصلي نمارس الدين وطقوس الدينية حقنا بكل حرية وبكل احترام. ولدينا الآن يعني من الشباب المتعلم الذي استطاعوا أنهم يوصلوا الرسالة ويوصلونا إلى هذا المكان بأخلاقهم النبيلة، ونأمل إن شاء الله أن يتطور اليمنيين في المستقبل لنيل حقوقهم وفي الانتخابات القادمة. نحن نستطيع أن يكون المير مننا في هنا، نستطيع أن يكون يعني بطريقة أفضل. شكرا لكل الأخوة في صفحة المغترب اليمني. أشكركم، عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. حياكم الله. فراس الأخ الفلسطيني يعني الأخ فراس الأسرة، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وينعاد علينا وعليكم وأنتم بصحة وسلام إن شاء الله. الجميع إن شاء الله. والله يفرجها علينا وعلى أمتنا جميعا. آمين يا رب. حياك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى في هالشهر الفضيل أن يفرجها على كل الأمم العربية والإسلامية. آمين. والسلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا لكم جميعا. طبعاً المصلون كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. حياك الله. صفحات الجالية تشوف الناس. انت بعني صفحات؟ صفحات المغترب اليمني في امريكا ان شاء الله، في معهم مشاهدين. المغترب ولا المغتربين؟ المغترب. المغترب. ان شاء الله نشوفها ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك على الفيسبوك. حياك الله. الله يسعدنا. والله الله يجزيك أهلا وسهلا أخي العزيز يا مرحبا. كلها تهنئة بالعيد. تهنئة واللي تقول. الأستاذ فهد الطيب هنا معنا من مدينة بلبندل يقول كلمة في هذا العيد السعيد. أهلا وسهلا أستاذ فهد، شرفتنا. الله يحفظك يا أستاذ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أحبنا أنا من الداخل والخارج.
جميع المغتربين، وتهنئة خاصة لكل أحبائنا في الجمهورية اليمنية أينما كانوا، ونتمنى من الله عز وجل أن يكون رمضان قد ارتحل بخطايا الناس أو بذنوبنا جميعا، وأن يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. شكرا لكم. تفضل أخي العزيز. السلام عليكم وعيدكم مبارك، كل سنة وانتم طيبين. نهنئ أخواننا اليمنيين في الداخل والخارج بعيد الفطر المبارك، ونتمنى لهم الخير والسرور إن شاء الله. تحياتي أخوكم يوسف العمري. حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نهنئكم بعيد الفطر المبارك، نهنئ كل أبناء اليمن العزيز خاصة وأبناء الإسلام في كل بقاع المعمورة. يحفظكم الله شر المحن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الإسلام والجالية اليمنية في هنا في أمريكا مرتاحين ويدرسون بحرية ولا تشوبهم أي شوائب. الله يكفينا المهمات وسلامتكم. هذه كلمة قصيرة بمناسبة عيد الفطر المبارك. حياك الله شيخ. الله يرحمكم الله يرحمكم ومن قام بهذا الواجب. تسلم جدا، الله يحفظكم على السلامة. أخي العزيز تحب تقول كلمة في هذا العيد السعيد؟ كل عام بخير حفظ الله اليمن إن شاء الله، يعني العربية والإسلامية، وكل عام بخير. كل عام بخير. ما شاء الله الناس يتبادلون التهاني في هذا العيد السعيد. الصورة في العيد ما شاء الله. صور ما. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير وصحة جيدة إن شاء الله. الله منا منكم صالح أصحاب العيال. صورة مع الناس. التقطون صور في العيد. جديد وكبير في المدينة. نلعب مدينة ملفندل ولاية ميشيغان، أول مرة تقام فيه صلاة العيد ما شاء الله. الأطفال فرحانين في العيد، شاركوا أبائهم وعائلاتهم فرحة العيد ما شاء الله. مظاهر العيد في مدينة ملفندل ولاية ميشيغان. طبعا الرجال كانوا في الصفوف الأمامية، الأخوات في الصفوف الخلفية هناك في المصلى في الملعب. بعض الصور بمناسبة هذا العيد. حياكم الله. طبعا هناك ايضا كاميرا تصور، كاميرا تصور بث مباشر درون.
الأخوات يبادرون التهاني في العيد السعيد. كل عام وأنتم بخير جميعا. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم الله. هي أول مرة السلام عليكم ورحمة الله. معنا الأستاذ جمال الصياد هنا من مدينة ميلفندل ميشيغان، من سكان مدينة ميلفندل ولاية ميشيغان الجالية اليمنية الأمريكية. الأستاذ جمال أيضا من العاملين في الأنشطة في هذه المدينة، يعطينا فكرة عن المدينة وعن السكان وعن نخلي الصورة. أستاذ جمال الشمس اللي عندك الوجه أفضل على أساس تكون وضوح. أيوة تفضل أستاذ جمال. الحمد لله رب العالمين. ارفع الصوت شوية. طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي أتم لنا بهذا الشهر الكريم وهذه الأيام الفضيلة وهذا اليوم الجميل العظيم الذي هو عظيم في يعني حياة المسلمين، وهو عيد سعيد مبارك لنا ولكم وفي جميع بلدان المسلمين. حقيقة مدينة ميلفندل من مدينة التي أصبحت منتهضة في هذا الفترة. من قبل كنا يعني جائلة قليلة، لكن في هذه الفترة سبحان ما شاء الله يعني جائلة تقدر ما بين 4,000 إلى 5,000 نسمة، وما شاء الله الحمد لله ولا زال النمو والتكاثر السكاني والجالية المسلمة في هذه المدينة مدينة ميلفندل. نسأل الله عز وجل أن يجعل عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. وهذه يعني تهنئة من إدارة المسجد، مسجد ميلفندل إسلاميك سنتر، يقول لكم كل عام وأنتم بخير ودام الله أيامكم بالخير والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ جمال حياكم الله. جزاك الله خير. الله يحفظك إن شاء الله. حبيبتي كيف حالك يا رجال؟ الأول كيف يا جمال؟ الله يبارك فيك. بس ان شاء الله بنسخه وبرسله استاذ. ما شاء الله عليكم يعني جامد الباب. مشتري نزل هالشكل البيت كله. بس عن كلهم بيجي اليوم. هلا بدي اصلح هناك شيء، اقل شيء اصلح هناك شيء.
معكم بث عدة بث ولا بث؟ إيه لا اللي بث اليوم يمكن يعني طلعت إيه. الله يبارك فيك الله يبارك فيك ان شاء الله. شباب السلام عليكم، نحن صفحة المغترب على الفيسبوك، المغترب اليمني في أمريكا، تحبوا تقولوا كلمة في هذا العيد السعيد؟ أهلا نهنئ جميع اليمنيين في أرض الوطن بالعيد. صفحة المغترب اليمني في أمريكا على الفيسبوك. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير، من العائلين السالمين إن شاء الله، أن الله يحفظ لنا الوطن الحبيب. آمين يا رب آمين. تفضل أخي تحب تقول كلمة. كل عام وأنتم بخير، ويعم الأمن والأمان على وطننا الحبيب اليمن الغالي، اليمن الكبير، ويحفظ الله جميع الأهل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وربي يحفظكم جميعا. آمين جزيلا، شكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير من عائلتك إن شاء الله. يا موسى يحيى ما شاء الله الشباب يتبادلون التهاني بالعيد. المصلين كثير فعلا. شباب صفحة المغترب اليمني في أمريكا، تحبوا تقولوا كلمة؟ الشباب كلهم في كل الولايات تشاهدون. عام وجميع العامة العربية وحجاج وزايرين بيت الله وعرسان واللي في نفسكم إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير للجالية العربية الأمريكية والجالية اليمنية الأمريكية. نحن نكون بعيد المبارك. معزومين بعرس عبد السلام. أبدا إن شاء الله يا شباب، سهرة العيد يا روش. إن شاء الله. حيا الله الشيخ أبو البركة إن شاء الله. الشيخ أبو رضوان هنا ما شاء الله. لو سمحت العزيز، نحن أصفات المغترب، تحب تقول كلمة؟ كل عام وأنتم بخير، صفحات المغترب إن شاء الله. والله الحمد لله احنا في صحة، وإن شاء الله تكون بلادنا إن شاء الله، نريح بلادنا وهي في أحسن حال إن شاء الله. آمين يا رب، كل عام وأنتم بخير من العيدين إن شاء الله. ما شاء الله. الله يحفظك والد، كيف حالكم؟ تحب تهني اليمنيين في صفحات المغترب يشاهدون الآن؟ قل كلمة، كل عام وأنتم بخير ولا شيء. الله يحفظك ويعافيك يا رب. أهلا وسهلا. آمين آمين. أخي العزيز تحب تقول كلمة في العيد في صفحات المغترب اليمني في أمريكا؟ أهلا وسهلا. حياك الله. رب الله منا ومنكم. تفضل تهني في العيد شيء. كل عام وانتم بخير، والشعب اليمني بخير وعافيه ان شاء الله، ويصفي القلوب ان شاء الله ويهدي بالهم. امين. صلوا على النبي. امين يا رب. امين ان شاء الله. الله يهدي القلوب. جزاك الله خير. الله يصلحهم. امين يا رب. ويصلح جميع المسلمين. امين يا رب. الله يرحم والديك. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. شباب السلام عليكم، نحن في صفحة المغترب اليمني في امريكا على الفيسبوك، تحبوا تهنوا في العيد تقولوا كلمه؟ تفضلوا. مبروك عيد مبارك للأمة الإسلامية كلها، الله يجعلها خير إن شاء الله، يهدي نفوس المسلمين، وربنا إن شاء الله يفتح علينا ويفتح عليكم. نعود بلادنا، نعود بلادنا سالمين. آمين آمين. جزاكم الله خير. الله يسلمك.
ما شاء الله الآن الناس نكتفي بهذا القدر. استودعكم الله، كل عام وانتم بخير ومن العايدين والسالمين ان شاء الله. كان معكم خالد الحميدي من مدينة ملبندل ولاية مشيل. السلام عليكم ورحمة الله، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.